بالإذاع والثنايا، وهذا هو يوم الختام. يأتي هنا مع هذا المساء الرائع هنا في هذه العاصمة وهنا في هذه الإمارة، الإمارة الباسمة، إمارة الشارقة، في ميدان الزيد. على بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الرئيسي الخاص بالزمول. 8 كيلومترات هي الحاضرة، الحماس حاضر، بنوك الانتاج تنطلق تبحث عن هذا الكاس، تبحث عن السيارة الفاخرة، تبحث عن السيارة الرنج روفر. على البركة نسير، على البركة ايضا نذهب. 33 اسم مشارك في هذا الشوط، مباشرة الى الصدارة، الى المركز الاول. مرسال من ارسل الى المقدمة، راشد بن خليفة بالمر النيادي يتواجد وينادي من اجل نيل الكاس، من اجل نيل هذا الكاس الغالي. بينما المركز الثاني الوصول من شاهين محمد بن كردي بن طالب بن منخس المري، يأتي أحد الضيوف القادم بكل قوة، ولكن هنا يأتي في المركز الثالث مشكور محمد بن سعيد بن بروك الحميري، وصل مع مشكور على المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع ليجد في رابع المراكز مصدع سهيل بن محمد بن سالم بالسلمي العامري، وصل العامري ايضا منافس من اجل الكاس. المركز الخامس، المركز الخامس، الضيوف القادمين، الضيوف القادمين، مرحبا بكل من اتى من دول مجلس التعاون الخليجي. لياتي بو دواس العجمي القادم من دولة الكويت الشقيقة للمشاركة خصيصا في هذا الشوط مع الهارب، الهارب علي بن مانع. بو دواس العجمي، متى بنقول هرب الهارب؟ يا ابو دواس، الله. المركز السادس، الوصول في هذه اللحظات، الشرس، الشرس، وصل الشرس، وصل الامبراطور، قدم هذا الاسم. هنا ايضا محمد بن علي بن قريع المري قرع طبول التحدي، قادم من دولة قطر الشقيقة للمشاركة في هذا الشوط. انتقل بحضراتكم مباشرة هنا الى شاهين محمد بن صباح بن سيف النعيمي، وصل النعيمي، بدأ أيضا ينطلق من مركز الآخر. بينما هنا الدخول من ضبيان محمد علي بن محمد بن سهيل المزروعي، وصل في هذه اللحظات ليقدم الانطلاق على المركز الثامن. المركز التاسع، شاهين راشد بن مبارك بن محمد الشامسي، وصل على تاسع المراكز، ولكن المفتي راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي وصل. أهالي السمحة، أهالي السمحة أيضا أهالي السمحة هناك يقدموا أجمل ما لديهم في هذا المساء من خلال تواجد مثيرة في الشوط الرئيسي. في شوط الحول المفتوح ذهبت مثيرة، أهدت أيضا أهالي السمحة هذا الفوز والانتصار بقيادة المثير. دائما يأتي بالإثارة سواء على سن الصغار أو سن الكبار. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الكادر الأول. الله 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 الله، النيادي ما زال المركز الأول. من يقدم مرسال؟ راشد بن خليفة بالمر النيادي. هذا هو الكاس، هذا هو الكاس اللي بتشاهد، هذا هو الكاس بانتظار الفائز. الكاس الاول ذهب مع مثيرة ومع الرميثي، يا ترى الكاس الثاني لمن سوف يكون؟ هنا بنوك الانتاج، هنا بنوك الانتاج تنطلق من 8 كيلومترات. المركز الثاني، احد الضيوف القادمين من دولة قطر الشقيقة للمشاركة في هذا الشوط. هناك شاهين محمد بن كردي بن طالب المنخس المري، وصل في هذه اللحظات على المركز الثالث. الله 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 الله، المركز الثالث مشكور محمد بن سعيد بن بروك الحميري، قدم من مدينة التراث، قدم من ميدان السويحان للمشاركة. ولكن المركز الرابع، يا سلام، هناك الوصول من مصدع سهيل بن محمد سالم بالسلم العامري، وصل الشرس، وصل الشرس في هذه اللحظات. محمد بن علي بن قريع المري قدم ايضا المري هذا الاسم ما شاء الله. من الجانب الاخر، من الجانب الاخر، تدخلات هناك ايضا من مصدع سهيل بن محمد بن سالم بوثام العامري، مشكور يا بن ميه. هنا ياتي على المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز السادس الوصول من شاهين محمد بن صباح بن سيف النعيمي.
وصل النعيمي في هذه اللحظات، ولكن هناك الله الهارب، الهارب متربص، الهارب قادم، علي بن مانع ابو دواس العجمي ياتي في هذه اللحظات ليقدم الهارب على المركز السابع، المركز الثامن ظبيان، هناك علي بن محمد بن سهيل المزروعي، وصل المزروعي، وهناك دخول من شاهين راشد بن مبارك بن محمد الشامسي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو ندانا، بدأنا نستدير إلى الثلاثة كيلومترات. يا سلام لمن الكاس، لمن الكاس ولمن السيارة الفاخرة الرنج روفر، وارد الألمان، وارد الألمان بالانتظار. شكرا لأبا خالد على هذا الدعم، على هذا الدعم لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هنا هذا المهرجان الذي يأتي في نسخته الثالثة، التنافس القوي، التحدي المثير، الأداء الراقي، الإثارة الطاغية، هنا في بنوك المستقبل. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، هناك مرسال، مرسال على المركز الأول، راشد بخليفة بالمر النيادي بدأ ينادي، هناك بدأ ينادي من أجل الكاس، ولكن الله الله. المركز الثاني شاهين محمد بن كردي بن طالب بن منخس المري، وصل في هذه اللحظات الشرس، غير من مركز إلى مركز، واحد من الأسماء القوية. الملف أيضا ذهبي، الملف مليء بالإنجازات، ليتواصل هناك مع الشرس محمد بن علي بن قريع المري، ياتي ويقدم هذا الاسم، ما شاء الله مشكور، وصل، تدخل في هذه اللحظات على المركز الرابع، لياتي بشعار محمد بن سعيد بن بروك الحميري. ولكن ابو ثم غير ايضا من مركز الى اخر، مع مصدع سهيل بن محمد ابو ثم العامري. يا سلام الله، خماسية المقدمة والصدارة، ولكن هناك يا سلام شاهين محمد بن صباح بن سيف النعيمي، وصل على المركز السادس، المركز السابع، المركز السابع. اقتربوا ايضا، اقتربوا اهل الناموس، ظبيان علي بن محمد بن سهيل المزروعي، وهنا يا سلام وصل بن نشيره، وصل بن نشيره، لعل ان يكون لهم راي اخر. اهالي الساد هناك، اهالي الساد قادمين مع بن نشيره وسلهود ناصر بن محمد بن نشيره العامري، وهناك شاهين راشد بن مبارك بن محمد الشامسي، وهنا ايضا الدخول القادم من الريان خالد بن عبد الله بن حمد العطية. وصل 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 في هذه اللحظات، يا سلام وصل في هذه اللحظات، حمد بن محمد بن سالم بن جهويل مع الباز، مع الباز والرميثي، الرميثي قادم مع المفتي، مع المفتي راشد بن سعيد بن احمد الرميثي. اكتفي بهذا القدر واعود مع لافتة الاثنين، كيلومترات الله. الشرس غير، الشرس غير، الامبراطور ذهب الى المقدمة هناك مع الشرس الامبراطور محمد بن علي بن قريع المري. قرع طبول التحدي، قرع طبول المنافسة، قرع طبول المركز الأول، ليذهب هناك إلى الصدارة، إلى المركز الأول. الله الله الله، مرسال على المركز الثاني، مرسال هناك راشد بخليفة بالمر النيادي، وصل، ولكن الله يا أبو ثم، وصل أبو ثم القادم بانطلاقة مصدع سهيل بن محمد بن سالم أبو ثم العامري. يا سلام العودة من الجانب الآخر، وصل أيضا الشعار القادم، يا سلام ظبيان علي بن محمد بن سهيل المزروعي، يا سلام. ولكن هناك الضيف، الضيف محمد بن كردي بن طالب بن منخس المري. أعود إلى الصدارة، والعود أحمد، أعود إلى الشرط على المركز الأول، كما عودنا بانطلاقاته، كما عودنا بأدائه الجميل. يا سلام يا سلام، بدأت أيضا الحركات هنا، بدأ الانطلاق، بدأ أيضا الرقص مع الكبار. يوم الختام، يوم الختام، لوحة الإعلان الأخيرة، لوحة الإعلان الأخيرة. أيضا استعدوا يا ملاك، يا مضمرين، 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الجوط، ولكن الشرس، الشرس على صدارة، على المركز الأول. محمد بن علي بن قريع المري هو من يقدم هذا الاسم، هو من ينطلق على صدارة على المركز الأول. المركز الثاني، الوصول هناك من مصدع سهيل بن محمد وثام العامري، وصل أيضا المزروعي، انطلق المزروعي على المركز الثاني ليقدم ظبيان محمد بن علي بن سهيل المزروعي. يا سلام، عاد مرة أخرى النيادي، النيادي عاد مع مرسال، مرسال مرسال راشد بخليفة بالمر النيادي، ولكن الشرس، الشرس على صدارة على المركز الأول. محمد بن علي بن قريع المري
هو حتى هذه اللحظات هو البطل. يلا 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 يا بن قريع، يلا يا بن قريع، ما زال على سكان المقدمة، ما زال على صدارة على المركز الأول. الله 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 الله، هنا الشرس، هنا صاحب الإنجازات يتواصل هنا ويصل المسير مع مقدمة هذا الشوط ليعلن هذا الكاس، ليعلن هذا الكاس، الكاس 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 مع استراحة المحارب. الله الله يا الإمبراطور محمد بن علي بن قريع، المري المري على صدارة، بن قريع على المركز الأول. يلا يا الإمبراطور روح إلى خط النهاية واهدي الشرس، هذا الكاس الغالي، هذا الكاس الغالي، هذا الانطلاق الغالي. اذا مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، اقول جود ايفنينج قطر، جود ايفنينج الشحانيه، اسعد الله مساكم، مشكور مشكور مشكور، ما شاء الله، بسم الله تبارك الله، جوله الاوامر وعاد مره اخرى. الكاس 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 للشرط، الكاس لبن قريع، بن قريع هو الكاس، بن قريع هو السياره، بن قريع هو مع الشرط. تهانينا تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن قريع المري على هذا الفوز، على هذا الانتصار، لحظات الوصول. حيوه في المنصة الرئيسية، حيوه، يستاهل التحية، يستاهل يستاهل. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن قريع المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل في ثاني المراكز. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، لحظات الوصول مع المركز الثاني، ليجد هناك مشكور وحامل رقم 22 اللي هو خداع سيف خليفه بن راشد بن عمان المهيري. المركز الثالث وصل لظبيان علي بن محمد بن سيل المزروعي. المركز الرابع كان مع ابو ثم. والمركز الخامس دخول رائع وجميل من هياض حفيظ بن سالم بن حفيظ النابت المري. تهانينا تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا الاعزاء، هكذا كانت الانطلاقه وهكذا كان الاداء الرائع. ايضا لنهني ونزف اجمل باقات الورود الى مالك الشرس في هذه اللحظات محمد بن علي بن قريع المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. في هذه اللحظات ياتي الهواري ابو طلعت هنا. مشاهدينا الاعزاء، من خلال تواجد التوقيت الزمني 13 دقيقه 6 ثواني 6 ثواني 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا لمحمد بن علي بن قريع المري على هذا الفوز. بينما المركز الثاني فاجانا في الامتار الاخيره خداع سيف بن خليفه بن عمان المهيري. تهانينا والناموس لابن عمان من حصل على المركز الثاني ليقطع المساحه 13 دقيقه 11 ثانيه وخمسه اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كان هناك دخول رائع وجميل من خلال تواجد هذه الاسماء بنوك المستقبل. هناك كان المزروعي الى الحضور في المركز الثالث. 13 دقيقة 13 ثانية، سبع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ظبيان علي بن محمد بن سهيل المزروعي. تهانينا والناموس.